يلا يا رؤية ورينا ايش بتعمل. على شو بعدك بتحبه؟ على شو على شو على شو ماشي على دربه؟ على شو على شو على شكله، على سحره، على فكره، على عقله، أو يمكن على رقة قلبه؟ على شو على شو على شو وبعدك بتحبه؟ على شو على شو على شو ماشي على دربه؟ على شو على شو على شكله، على سحره، على فكره، على عقله، أو يمكن على رقة قلبه؟ على شو على شو صحة رؤية، ما شاء الله عليك، مغرومة بفن، يعطيك الصحة وتغني بالكده. قرب بعد خرب الميكرو، وش سمعنا توا ترى؟ سألوني الناس. سألوني الناس؟ حفظتها بالكده؟ هيا أخويا حسين معاها، هاي سمعني، تصبح على خير، نرجع لكم بعد. أنا شخصياً عجبني ياسر صوتك، ونجم تحكيهم نسمع فيهم يوششوا عجبهم صوتك. طبعا نحبك تغني لي حاجة أخرى. ها؟ أنا أقولك الفنانة نحبها برشا. إي ترى. نحب وردة الجزائرية برشا، وعندي أغنية أكذب عليك لها. سمعني منها شوية؟ هاي. ها باش نسمعكم الصوت أو هاي. بحبك لسه، اكذب عليك
تقولي مغرومة برشا بالحنان انت في العائلة عندك شكون يغني ويعزف وكل شكون قالوا لي عزيزك يعزف يعزف عناي هي بابا يعزف زاد ولا لا بابا كان يغني ويعزف زاد العائلة كله أخوالك عندك شكون يعزف زاد ولا لا أخوالي لا عموماتك برك يعزف معناتها العائلة من جهة بوك انت زاد تبارك خويا يعزف كمانجا زاد ما شاء الله خويا الآخر جيتار اي ما شاء الله يعطيك الصحة خلينا نشوفوا توا لجنة التحكيم مش بتحكي علينا نبدأ بكوثر ترى أنا عجبتني أكثر من لازم أولا الساعة هي عندها وقار في الوقفة نتاعها وعندها بريزونس ياسر حلو مع كونه الجمال نتاعها مساعدها على هالحضور هذا اللي خاطرها جميلة كشكل معناها وزيد محلاها كي تغني بإحساس تفيقة بالكلمات اللي تقول فيهم تعبر عليهم البلاي باك أديته بطريقة حلوة دونك ممتازة في كل شيء معناها فرائعة جايس راح نشوف عبد الحميد جايس سيد أنا توا شفت برشا صغيرات كيفك ويعملوا بلاي باك بالباهي أنت الامتياز بتاعك اللي شفته لحد الآن هو أنك مش البلاي باك بتاعك باهي برك لا أنت مشيت حد التماهي تماهي معناها والاندماج يعطيك الصحة شيء كبير ياسر وهذا ينم على أنك عندك إحساس كبير وعندك أذن باطنية للإصغاء كبيرة يعني وصلت الكلام والمغني لو كان ما يوصلش الكلام ما عنده ما يوصل الله يوصلك بالسلامة وتمشي وترجع لنا بالهناء عايش خجم وضيفنا زياد نعم والله هلا انا ما تقولوا انه عم بقول هيك كلام يعني هيك انه زياد جاي ضيف على تونس وقاعد يحكي كلام حلو والله العظيم اقسم انه هذه البنت هذه نجمه كبيره اقسم على هذا الموضوع اولا جد اسم الله الله يخليها لاهلها جمال مش معقول انا اول ما طلعت كنت عم بحكي انا والاساتذه بوتي انا قوي تعبير بالوجه هي عم تغني شكرا عيش مش طبيعي علينا لا عليك انت الواحد برضو في نظر يا فرحت انا سيد زياد يحكي علينا فرحت شوف الحاصل يا سفيان تعبير بالعيون احساس مش طبيعي مش معقول انا بشوفها مطربة وبشوفها ممثلة كبيرة وبتمنى لها ان تتلاقي مكانها بهذا الجو وبتصور هذا البروجرام عن جد كل برامج الهوات لازم تصير هيك الموهبة من هالعمر لازم تكتشف وأنا بهلأ ببعطي مساج للمنتجين اللي لازم يواكبوا العصر ويكون عندهم فكر شوي متطور مثل ما هالبروغرام في فكر متطور يفتشوا على المواهب من هلأ وهدوا موزال إحدى المواهب اللي أنا متأكد بإذن الله أنها رح تعمل شيء كتير كبير مش عادي أنا بس غنيكم في الديريكت يوم الشباك لرمي لك حالي طفل يا دي ليه مش لعديكم الفيديو للمتباري اللي بعده